لحتى اطمنكم انا سبق وعملتها. طيب عماده يعني شلون قدرت تشغل السياره؟ في واحد صاحبي علمني كيف افتح باب السياره وكيف اضرب الشرطان ببعضه وشخله. بس هي اسمها سرقه حبيبي. سرقه اذا بدنا ناخذها ونبيعها، بس نحن حنستعار عيره، مو هيك عماد؟ هيك ادهم. بعدين بجوز ما نضطر نخلع الباب، في كتير ناس بيتركوا سياراتهم مفتوحة. يا لطيف هلا يا جماعة إذا طلعنا لنا بسيارة شبح مثلا. شو؟ أنا شبح ما بقرب عليها، لا تعلقونا مع الحكومة، المهم سيارة حديثة كيلومتراج طيارة. ولك يا بابا وين بدنا نلاقي لك هيك سيارة؟ إيه. يعني أنت موافق تروح معه؟ بفهم إنك مالك مصلحة ها؟ بسرقة السيارات لا. لك أنت لشو عايش؟ إذا لا بتدخن ولا بتعلق بخناقة ولا بتركب سيارة عيري. لا تقول عيري عماد، إذا انكبشنا حيقولوا سارقينا. لك هذا إذا انكبشنا، أنت ما بتعرف إن أخوك عماد معلم بسواقة؟ ما تاخذ سيارة أبوك صحيح؟ شو عم تحكي أنت؟ بعد ما ضربوا له إياها مستحيل يحلم يركبها. لك أخي ليش عم تحكوا معه؟ ما بده يطلع معنا يصطفل. أخي أنا مضطر أروح على البيت. الله معك، روح للبدا عيلة. سامي روح تدفعها، نحن ندفع. لك هلا هذا نحن ليش مرافقينه؟ من شان يدفع. مثل ما عم قلك ماما، حياتنا ما بقى تنعاش لك طريقة. أنا ولا أبوك؟ أنتوا اثنين. قلك شغلة ماما، اتطلقوا، اتطلقوا أحسن من هالعيشة اللي بتقصر العمر. سامر انت شو عم تحكي؟ انا عم بحكي اللي لازم يصير لي. انا عم بحكي لانه ما عاد في امل، ابوك وامك ما عاد طايقين بعض، انا ما عم بقدر ادرس وانت ما عم تقدري تستوعبي، وهن مو مرتاحين مع بعض الى ايمتى؟ سامر معه حق، وانا كمان بلشت احس انه ما في غير هالحل. انكم تتطلقوا؟ لينا تركينا شوي وقفي على البرندة. ماما انا ما عاد صغير وانت شايفه شو عم يصير فينا. ماما انا جبت سيره الطلاق مشان استفزك مو اكثر. ان شاء الله ما بشوف اليوم اللي بتفترقي فيه عن ابي، لانه اذا افترقتوا راح ضيع انا واختي. طيب سامر هي انت شايف بعينك، قلي شو الحل. ما بتزعلي مني؟ قولي انك ما بتزعلي مني. ما بزعل منك لانك ما بتهتمي بحالك قدامه، وكانك ما بدك اياه يهتم فيكي. يعني شو اعمل له؟ ماما انت اللي بتعرفي. انا يا سامر لو بدي البس واتغندر ماني قصيرة حربة، بس مشان شو بدي اعمل هيك؟ مشان اتفرج على حالي بالمراية ولا مشان يشوفني؟ اذا هو من الاساس مانو شايفني وشو ما عملت ما رح يشوفني. طيب جربي. ماما انت لساعتك صغيرة وبابا لساعته شاب. تخيلك بس بلا كلام فاضي. ماما وانك تضلي وقفتي له على الدعسه، هذا بضوج الرجال، وين كنت وين رحت شو عم تعمل شو عم تساوي؟ امي هذا الشيء بخليه يختنق. ايوه واتركه يسرح ويمرح على كيفه. ماما يسرح ويمرح قد ما بده، بالنهايه مرجوعه الك ولبيته. شو؟ شايفتك غيرت رايك، لسه اليوم الظهر كان غير شكل. امي لازم واحد منكم يتنازل للثاني، هيك ما بيمشي الحال. حبيبي انت واختك فيكم تتنازلوا وتنسوا انه ابوكم، بس اني انسى انه جوزي واتركه يلفي على غيري لا. يلفي على غيرك؟ لك على فكرك ليش طول الوقت معصب وروحه براس مناخيره؟